ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات يوم 23 سبتمبر لعام 2022 مبدئيا هيكون يوم مميز كتير للابراج الترابيه، لان القمر موجود ببرج العذراء. برج الميزان هيبقى عنده معاناه نوعا ما، بس هيكون عنده انفراجه من حيث تاثير الشمس، لان اليوم الشمس هتكون متواجده ببرج الميزان. فكل سنه واصحاب برج الميزان كلهم كويسين وطيبين وبخير وبسعاده وبلطف ان شاء الله. ربنا يجعل ايامكم كلها تكون سعيده. طيب مبدئيا خلونا نتكلم على كل برج، لان في العديد يعني من الابراج اللي هيبقى عندها نصايح خلال اليوم. نبدا ببرج الحمل. برج الحمل بالنسبه لك اليوم هيكون في شأن صحي. خلي بالك على صحتك، خلي بالك كتير على ان انت ممكن يكون صحه حد من المقربين ليك كمان. خلي بالك كتير على الامور اللي انت بتحاول تعالجها، يعني عندك بعض القرارات اللي بتحاول تصلحها، بتحاول تستعيد نفسك في خطوه ما او مشوار او اجراء معين انت اتخذته، فبتحاول تصلح خطوات فيه. خلي بالك كتير من التسرع في هذا الامر. حاول كتير دايما يبقى عندك طلب الدعم، يعني ان انت تطلب حد يدعمك، تطلب حد تستشيره بفكره بقرار بإلخ يعني، فده اللي هيكون مأمن ليك اكتر. فده بالنسبه لي برج الحمل خلال اليوم. الامور الصحيه خلي بالك جدا منها، صحه المقربين ليك، والامور اللي انت بتحاول تعالجها او تصلحها، او بعض الاخطاء اللي انت توصلت فيها، فحاول كتير وانت بتتخذ خطوات لتصحيح الامور انك تطلب دعم من الاخرين. اما برج السور، برج السور يوم لطيف جدا، يوم حلو قوي، يوم بالنسبه لك داعم بكل المقاييس، يوم انت قادر فيه على الوقوف مره تانية، عندك استكمال لمشاوير او استكمال لاجراءات، استكمال للاستقرار، عندك بدايه حلوه قوي، اخبار ساره متعلقه بمواليد او اولاد او دعم علاقات عائليه، ترابط عائلي، اتصالات عائليه، تواصل عائلي بشكل كثير قوي وداعم. فبالنسبه لك يوم هيكون ألذ ما يكون، يوم حلو جدا. عليك استغلال طاقه اليوم ان انت تبتدي مشاوير، تصلح علاقات، تتخذ خطوات، تعمل اي اجراء انت عايز تقوم بيه. اليوم حلو بتاعك. برج الجوزاء، يومك يا برج الجوزاء انت بتسعى كتير الى الاستقرار في خطوه بدء حاجه، يعني ممكن تكون بتسعى الى خطوات بدايه عمل، يعني عندك بدايه عمل، بدايه لسفر، بدايه الانتقاله، بدايه لخطوات مهمه جدا بتتخذها. فاذا انت عندك عده بدايات بتتخذ فيها اولى الخطوات، وهتكون بالنسبه لك يمكن تحس بتقل. دايما الخطوه الاولى بتكون ثقيله شويه، بس انت هيكون عندك رغم التقل ده في كتير من الحظوظ الجيده، هتلاقي اشخاص داعمين وهتلاقي الحظ حليفك جدا جدا. ده بالنسبه لي برج الجوزاء. اما برج السرطان، برج السرطان بالنسبه لك اليوم هيكون في كتير من العلاقات الطيبه، هيكون عندك اتصالات طيبه او اتصالات جيده، هيبقى في تواصل حلو جدا ما بينك وما بين الاخرين، تعزيز علاقات بشكل كتير قوي، هتكون داعم لحد او حد داعم ليك، وده هيخليك ان انت تكون متميز اكتر ومتالق اكتر، حابب الاجواء اللي حواليك اكتر. بالنسبه لك اليوم هتحس كتير ان انت منطلق، هتحس كتير ان انت حابب الحياه او الاجواء اللي حواليك. بالنسبه لك هيكون يا برج السرطان يوم في العلاقات اللي حواليك، هيبقى في اشخاص قد ايه بيجيبوا لك عروض، ممكن يكون اليوم في زيارات وود وتقارب، اه جدا على فكره، واليوم ممكن يكون في حضور لقاءات مناسبات الجو ده. فبالنسبه لك يوم هيبقى لطيف كتير، يوم هيبقى لطيف كتير لاصحاب برج السرطان. برج السرطان حاولوا ان انتوا تستغلوا طاقه اليوم ده، يعني حاولوا كتير ان انتوا تستغلوا اليوم ده في ان انتوا تصلحوا علاقات بالاخص. برج الاسد، برج الاسد هيكون عندنا مجاريات ماليه، ممكن يكون عندك تعاملات بنكيه، تعاملات ضريبيه، تعاملات ليها علاقه بصرف عقود، اوراق، اختام، حاجه ليها علاقه بامور قانونيه وامور قضائيه، في الحديث على شان مالي بالنسبه لك، فده هيبقى بيأثر كتير، يعني بالنسبه لك هتبقى اجواء لطيفه جدا جدا يا برج الاسد، وقد ايه هتبقى مبسوط بهذا الامر، يعني مبسوط كتير بالخطوات المتعلقه بشان مالي، ان انت بتنجز امور ماليه، بس هيكون في امور متعلقه بحاجات انت تخلي بالك منها، اللي هي العقود والاوراق اللي فيها مجازفه، اللي فيها مجازفه في المال، تمام؟ فهتخلي بالك كتير من النقطه دي. اما برج العذراء، يوم تعويض ويوم ايجابي ويوم بتحقق فيه مكسب حلو جدا، في اليوم مال هيكون قادم ليك. بالنسبه لك اليوم حلو قوي ان انت تعمل مشاوير، اجراءات، تعاملات، انك تصلح علاقات، انك تتخذ خطوات جيده. بالنسبه لك اليوم حلو قوي قوي ان انت تقوم بمشاوير، اليوم حلو جدا ان انت اصل انت هيبقى عندك
نفسية حلوة، وتحس انك منطلق، وتحس انك متألق اكتر، وتحس ان انت حابب الحياة والاجواء اللي حواليك اكتر. فحاول على قد ما تقدر يا برج العذراء انك انت يعني تغتنم الفرصة فعليا، ان اليوم ده بالنسبة لك فرصة، فحاول كتير انك تغتنم الفرصة وتوصل لإيجابيات حقيقية خلال اليوم يا برج العذراء. يوم لذيذ، حاول استغلاله وتصلح العلاقات اللي فيه، هو يوم بمثابة تعويض وإيجابي. برج الميزان، على قد ما الشمس بتدي لك طاقة حلوة جدا، بس بتخلي العين عليك مع وجود القمر ببرج العذراء يأثر كتير قوي. طب تعالى لما اقول لك كده يأثر لك على ايه. اعدائك بالقوم، اعدائك كتير، خلي بالك كتير من العداءات يا برج الميزان، لان عندك عداءات فعليه، اشخاص هيبقوا بيحاولوا ان هم يتلسنوا عليك، يتكلموا عليك. خلي بالك من الغل والحقد اللي في نفوس الاخرين. حاول على قد ما تقدر انك ما تثقش في حد، حاول على قد ما تقدر انك ما تدخلش بدايات مع حد، ابعد عن الشراكات خلال اليوم، وما تديش الفرصه لحد ان هو يدخل معاك في اطار مشاكل. حاول على قد ما تقدر انك تكون هادي ورايق، ابعد عن ان حد يحاول يتمكن من استفزازك، لان وقتها انت لا تكون خسران. صدقني العين عليك قوي، الاعداء كلها بتبدا تلتفت ليك اليوم ده، اعدائك بيبداوا يبصوا لك. خلي بالك، يمكن يوضح خبر ايجابي عنك، او توضح حاجه مميزه عنك تبدا انك تعلنها، او حاجه ليها علاقه بان حد شايف انك بتقع مره واحده تقوم، فيلاقيك ان انت بتقوم فيبدا يقول ايه ده. خلي بالك كتير عشان كمان الحسد، والحسد امر من السحر. ده بالنسبه لبرج الميزان. يوم تخاف منه، مش تخاف منه، تخاف من الناس فيه. برج العقرب، او تخاف من الاعداء فيه. برج العقرب اليوم لازم تستغله بقى جدا. ليه؟ لان طاقه اليوم بالنسبه لك داعمه بكل المقاييس. اليوم فيه طاقه، اليوم هيدي لك طاقه، برغم وجود الشمس ببرج الميزان، بس وجود القمر يدي لك طاقه ضد العداءات، ضد الامور المعاديه، ضد العقبات، انك انت تقدر، عارف فكره لو في صخره قدامك تزقها، فاهمني اليوم بيدي لك ايه؟ يعني اليوم كان في صخره قدامك انت قادر على زقها. عندك اشخاص هيجوا يزقوا معاك الصخره دي، فاهمني؟ فيكون عندك اشخاص داعمين لك كمان. فحاول عشان كده تستغل طاقه اليوم ده جدا، لان بعد اليوم ده في بعض الايام كده في التوقعات اللي هتعرفوها، الايام اللي بعد كده هتبقى صعبه، هتبقى مش الطف حاجه يعني. فلازم تاخد بالك كويس قوي ان اليوم ده تستغله، تستغل طاقتك، وتستغل الناس اللي هتدعمك، وتستغل الامور الجيده في حياتك، تمام؟ فده بالنسبه لبرج العقرب. برج القوس، برج القوس هتخلي بالك شوية من القرارات والتعاملات والعقود والأوراق وكلامك. خلي بالك إن كلامك هيبقى شبه عقد، يعني ممكن تقول كلمة تزعل اللي قدامك جدا، ممكن تقرر قرار يبوظ علاقتك بحد. خلي بالكم كتير من قراراتكم وأفعالكم وتصرفاتكم وكلامكم، خلي بالكم كتير اليوم لا يسمح بتوقيع على عقود أو أوراق أو أمور قانونية أو أمور قضائية. ما تتسرعوش في الامور القانونيه والقضائيه والعقود والتسرع في بيع وشراء والجو ده، خلي بالكم كتير وتأنوا فيه الامر جيدا جدا جدا. برج الجدي، يوم الطف ما يكون، هيكون عندك كتير من حاجه متميزه، يعني هيبقى في، ممكن يكون زواج، في خطوبه، في مناسبه سعيده، في تقارب عائلي، في ود، في اتصال مهم جدا، في تصالح بيتم، في تعاقد جيد، في قرارات مهمة جدا بالنسبة لكم، عروض متميزة وبيحصل عليها اتمام لأمر ما، بداية لخطوات هتبقى متميزة كتير بالنسبة لكم، بتسمعوا خبر حلو، بتطمنوا على حاجة معينة، فشكل اليوم بالنسبة لكم مطمئن جدا. حاولوا بس انتوا تستغلوا طاقة اليوم في ان انتوا تحققوا حاجة، توصلوا لحاجة، تحققوا علاقات، تصلحوا علاقات، تتخذوا خطوات جيدة، فاليوم بالنسبة لكم هيبقى لطيف كتير، يجب استغلال اليوم. برج الدلو، برج الدلو اليوم بالنسبة لك هيكون جيد جدا جدا، مليء بالأشياء السارة، عندك قرارات مهمة جدا، عندك برضو عقود متميزة، عندك كتير من القرارات الجيدة المتعلقة بيه، أمور مهنية وأمور لها علاقة بخطوات، مشاريع جديدة أو خطوات جديدة بالنسبة لك. الخطوات الجديدة دي لها علاقة بمشاريع أو أمور عاطفية، بس جديدة، يعني حدث جديد، شيء جديد بالنسبة لك. هيكون في عروض جيدة جدا، بدء في خطوات مهنية جديدة، يعني في عرض مهني، بس أنت بتبدأ بقى بخطواته، بتبدأ بعقود، بتبدأ بموافقة، فبالنسبة لك عندك ده اليوم لذيذ كتير، بس هتخلي بالك شوية من التسرع،
التسرع في الحكم على الآخرين، ما تتسرعش في الحكم على الآخرين، لأن لما تيجي تتأنى هتكتشف حقيقة مختلفة. أما بالنسبة لي برج الحوت، برج الحوت اليوم بالنسبة لك هيكون في علاقات، أو إن أنت بتتعامل مع أصدقاء كتير، عندك في تعاملات عائلية، في زيارات عائلية، في زيارات مع أحد الأصدقاء، في تعاملات مع المقربين بالنسبة لكم جدا. اليوم هيكون في كتير من ان انت بتحاول تعمل تعزيز علاقات او تعزيز شراكات ما بينك وما بين اشخاص، بالفعل بتقدر على ده جدا جدا، وبتقدر انك تنجح في هذا الامر جدا. ده بالنسبة لي برج الحوت، وده بالنسبة لكل الابراج. بتمنى لكم يوم لذيذ، يوم سعيد على كل الابراج. ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة، تفعيل الجرس. سلام.